ثلاثة وزراء على اتصال دائم ويومي بالملك محمد السادس. في التفاصيل، أوردت الأسبوع الصحفي في عددها الجديد أن ثلاثة وزراء هم وزير الداخلية الفتيس ووزير الخارجية ناصر بوريطة ووزير الصحة خالد أي طالب يوجدون على اتصال دائم بالدوائر العليا في هذه الفترة، حيث أكدت مصادر مطلعة أن الملك محمد السادس يتابع كل صغيرة وكبيرة بعناية فائقة انطلاقا من العاصمة الفرنسية باريس، كما سجل انتقال كبير مستشاريه فؤاد علي الهمة بين الرباط وباريس أكثر من مرة.